ليكي وحشه يا اصيل. والله ما قدي يا ست نهى، ده انت وحشاني قد الدنيا كلها. ايه يا ست انتي، هو انت ما بتجيش هنا الا من السنه للسنه؟ ازيك يا عمر يا حبيبي؟ كويس. عايزه حاجه يا نهى قبل ما امشي؟ اه يا حبيبي، ما تنساش الجاتوه السنيزون، ابعتهم بسرعه. حاضر، منوره يا اصيله. ربنا يطول لنا في عمرك يا سعاده البيت. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه. تعالي تعالي يا اصيله، عادي. وحشاني والله يا اصيله. والله انت اللي وحشاني اكتر. هات اللعبه، هات اللعبه. كويس. سيب اللعبه، خليه يلعب معاك حبيبي. عمر ولا عمر، انا قلت لك ايه؟ انا عاوز لعبه زي دي. حاضر هجيب لك لعبه زيها، بس مش دلوقتي. ماشي. ايمن تعال، روح هات اللعبه بتاعتك اللي اتكسرت واديها لعمر. ما انت مش هتلعب بيها تاني. ها يلا. حاضر يا ماما. يلا. انا مش عاوز لعب، انا هلعب في الجنينه بره مع عم علي. طب يا حبيبي روح العب براحتك. الواد ده عنيد بشكل. يا اصيله، كل الولاد كده، ربنا يخليهم يا رب. المهم اخبار ولادك كلهم ايه؟ يبوسوا ايدك زي الفل، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بقولك ايه يا اصيله، ما تبقي تيجي مره في الاسبوع تطبخي هنا اكل يعني عشان ايه؟ كان على عيني والله يا ست نهى، انا لو سبت العيال لا هياكلوا ولا يشربوا ولا يناموا ولا يروحوا مدارس. الله، امال سوسن بتعمل ايه؟ سوسن ما انت عارفه لسه صغيره. براحتك، انا كان نفسي بس تبقي معانا. انا معاكي بقلبي، وكفايه معاكم منصور. طب بقول لك ايه، النهارده بقى جاي لنا ناس مهمين قوي لشغل حسام، ها، وجاي لنا اول مره، عايزاكي تطبخي اكل كده يكون شيك كده من ايديك الحلوين دول. من عينيا الاثنين. لا عادي، هقوم اعمل الاكل. اكل ايه؟ اما نشرب الشاي الاول. طب حاضر. اللعبه يا ماما. طب يا حبيبي روحي اديها لعمر وقول له دي عشانك. ها يلا. حاضر. سميره نعم استاذ، اعملي لنا شاي. من عيني. ازيك يا ست اصيله؟ الله يسلمك. كفايه بقى، الدور عليا انا. استنى، رايح فين؟ مش هستنى. خد اللعبه دي ليك وسيب لي بقى العجله. اللعبه دي العب بيها انت يا شرطي. كده كسرت اللعبه، خلاص انا مش هلعب معاك تاني، وسيب العجله بتاعتي. هات العجله. سيب العجله. ادي العجله بتاعتك اهي يا سيدي، وابعد بقى من وشي. يا ماما يا ماما. ايوه يا اخويا، عيط يا البنات عيط. مالك يا ايه؟ مالك يا حبيبي؟ كسر لي اللعبه والعجله وزقني. انت جننت؟ انا عمري ما هجيبك معايا تاني هنا. احسن بقى. ليه كده يا عمر يا حبيبي؟ عشان قليل التربيه. يلا اتفضل قدامي على المطبخ. مش هقعد في المطبخ. يلا قدامي على المطبخ. مش هقعد. معلش معلش يا ايمن يا حبيبي، انا هخلي بابا يجيب لك عجله تاني. انا مش عاوز اقعد في المطبخ، ولا عاوزك انت كمان تقعدي فيه. يلا نمشي نروح بيه. حاضر، هخلص اللي في ايدي ونمشي. وما انت لا تقل قلبك لا تقعد تزن على بابي. انا ما بحبش اقعد هنا يا ستي. ليه؟ مش هنا احسن من الحاره؟ لا الحاره احسن. طب اطلع العب في الجنينه، اطلع العب في الجنينه، اوعى تكسر حاجه ولا تمد ايدك على ايمن. مش خارج، ولو خرجت هضربه تاني. الله، انت واد انت بتغني منه كده ليه؟ طالع لي فيها قوي وعامل لي نفسه بني ادم. امال هو ايه موصوف الرقبه؟ انت مسلسل يا اختي. هو قلبي مسلسل قليل الادب؟ انت القليل الادب، تضفره برقبتك. هو ضفره برقبتي؟ انت اللي بتقولي كده؟ اعمل لك ايه بس يا عمر؟ ما انت اللي بتضايقني وتخليني اطلع عن شعوري. خلاص ما تبقيش تجيب.